عشان ما تجيش اليوم اللي بتقولي لي الكلمه دي. انا مش قصدي يا شريف، انا قصدي يعني فين المشكله؟ ما احنا عايشين مع بعض كده كويسين، عمرنا ما اتكلمنا في موضوع الفلوس ده لان مفيش فرق بيننا. لا في فرق بيننا، الفرق ان انا عايز افتح بيت لاتجوزها، مش هي تفتح لي بيت بفلوس اهلها. لا قول بقى انك كنت مستحلي عيشتك معايا لان ما فيهاش اي مسؤوليات، ودلوقتي لما دخلنا في الجد عايز تخلع؟ لا يا شريف، الوضع اتغير، انا دلوقتي حامل ولازم نتجوز. مفيش حاجه اسمها لازم، مفيش حاجه اسمها لازم. ما تصحيش الصبح مقرر تخلفي وتقولي لي لازم. ايه اللي خلاك تحملي؟ ها ايه اللي خلاني احمل؟ هو انا حملت لوحدي؟ لا لا ما حملتيش لوحدك، بس لازم تاخدي رايي في موضوع الخلفه ده. انا كمان لازم اقول اخلف ولا لا. ماشي يا شريف، وديني باخد رايك دلوقتي، عايز تخلف ولا لا؟ لا هنفي، مش عايز اخلف دلوقتي، مش عايز اتجوز دلوقتي كمان. طبعا طبعا هيلزموك في ايه الخلفه والجواز؟ ما انت تفضل تجري ورايا طول ما انت ضامن اني مش قادره اتجوز، واول ما يبقى تصريح الجواز مضمون عايز تجري وتسيبني يا شريف. انا هسيبك، هسيبك يا نيفين. هتسيبني؟ هتسيبني يا شريف؟ هتسيبني عشان حامل يا شريف؟ لا يا نيفين، عشان ما بناش ننفع لبعض، كل واحد فينا عايز حاجه غير التاني. ليه يا شريف؟ ايه اللي انت عايزه مش لاقيه معايا؟ طب انا عارفه انا عايزه ايه؟ انا عايزه ابقى اب. وانا عايزه ابقى اب يا نيفين، بس مش بالطريقه دي. البيبي ده لازم ينزل. شريف الطفل ده بالنسبه لك مش هيفرق حاجه، لكن بالنسبه لي كل حاجه. انت ليه مستكتره عليا؟ ده انا ما صدقتش نفسي لما عرفت اني حامل، كنت هطير بالفرحة، وانت ببساطة كده ببساطة تقولي روحي نزلي البيبي؟ لا يا شريف، لا مش هنزله، البيبي ده هيفضل بيك ومن غيرك هيفضل، مش مش عاجبك يا شريف امشي امشي وخلاص امشي. انا ماشي يا نبيل. امشي 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 وخد القرف ده معايا، خد كل القرف ده معايا، خد كل القرف ده مش عايز اشوفك يا سيدي، مش عايز اشوفك. طب والشغل اللي انت طالع عليه ده ايه؟ وزباينك اللي انت بتقلبيهم دول ايه؟ ولا هم ال 250 جنيه بتوع المره؟ تكونش ناسي يا واد انك طافح اكل شارب نايم في البيت ببلاش، ولا تكون يا واد بتصرف على البيت وانا مش واخده بالي. انت هتذليني؟ لا ذلك ولا تذلني، اتشمل كده وشغل جيوبك وهز نفسك كراجل واصرف على البيت بدل ما تيجي تسرقني. انا مش بسرقك، دي فلوسي، الفلوس اللي ابويا سابها لي. جاتك بقى والفلوس اللي ابوك سابها خلصت بحر من زمان على مدرستك يا فالح. مدرستي انت هتشتغليني؟ دي انت مسرحاني من خمسه ابتدائي. عامل لك ايه مخك قافل؟ تقولش كنت بترضع الغابة يا اخي. وانا يعني رضع من بره؟ ما هو كله منك. كان زمان دلوقتي معايا شهاده بشتغل شغلانه محترمه. شايف ايه واد يا عبيط انت؟ ده انت صنعتك ذهب صواب عندي تلف في حرير. ده اللي بيجيبه بتاع الشهادات في شهر بتجيبه انت في يوم. جاتك خيبه. قول لي اسره. الغاغه دي كلها ليه؟ ايه الخبر؟ بقول لك عايز فلوس. ما دي انا فاهماها، ليه؟ عشان المحل. محتاجين نشتغل عشان نشطب. طب ما بسيطه، ما تاخد من ممدوح فلوس من تحت الحساب. هاتي عيش. خد. ممدوح طردنا. يا وكسه. يا وكسه سودا. طردك ليه يا فالح؟ طردك ليه يا روح امك؟ طبعا لقيت بتقفش حاجه من المحل صح؟ لا. قفش نجاستك وعيرني بيها. نجاستي عادل؟ بتقولي نجاستك؟ بتقولي نجاستك؟ مجنونة ولا ايه؟ نجاستك؟ يا لهوي 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 يا لهوي. تعالوا اتفرجوا يا ناس عليا كلمة الأب على راكبة جمل. بربي وكبر عشان يقولي بطلي فضايح. ليتك مت قبل ما اشوف. بطلي فضايح يا لهوي. أنا ما خلفتش راجل، أنا خلفتك. أنا راجل غصب عني. يا خبتك يا عودة اللي مالكيش راجل، بربك وكبرك عشان تقولي نجاستك. عارف النجاسة ايه يا عادل؟ النجاسة انك تيجي من بره تلاقي راجل في البيت. انا كنت قطعتك. بس انا اللي غلطانة، انا اللي غلطانة يا عادل. اول راجل هيجي يخبط على باب البيت ده هتجوزه وافتح له الباب عشان البيت ده يبقى فيه راجل. يا حرام من ديني، لو راجل غيري دخل البيت لكون مطلع راجل.
كنتش فاكر نفسك راجل يا ولا ايه؟ الراجل هو اللي يصرف على البيت من حر ماله، الراجل هو لما راجل تاني يقف يقول له امك نكسه ما يسكتلوش. لا نكسه انا ملبسه بنيه يا ولد. انا راجل البيت يا ولد مش انت. ده انا بصرف عليك لحد دلوقتي وانت طول بعرض كده وشهر. انا راجل البيت مش انت. فاكر ان انا مش عارف المك ولا ايه؟ لما قبر روح لم الواطيه اللي انت ماشي معاها اللي بتتمرمغ في حضن راجل تاني عشان بيصرف عليها. مش عايزك في البيت ياما. يلا قول في 60 داهيه يا واطي. واياك تعتب اياك تعتب البيت ده تاني مره. هكسرك رجلك لو عتبت برا البيت. يا ايدك موت قبل ما اشوفك يا عيبك. انا مش هسيبك. هرجع لك ياما راجع. ولو رجعت هكسر رجلك يا واسخ. هغير كوني الشقه. هكسرهولي. وانا هكسر لك رجلك لو عتبت الشقه دي تاني. قلبي وربي غضبانين عليك عمرك ما هتشوف خير يا عادل. يا ولا غرفة 60 داهية. الو اهلا يا مدام رشا. الحمد لله انا كويس. لا بس صوتي مبحوش وش عندي شويه برد. اه يا حبيبتي لا احنا على ميعادنا. ده انا جايلك على طول. هو مسافه السكه. حضرت لي كل حاجه. ده انا المره دي عامله لك الحلاوه بعسل النحل مش بالسكر. اه حبيبتي انت اخت. انا عاملك اخت مش زبونه. طبعا يا حبيبتي مع السلامه. مع السلامه مع السلامه. Yeah.